نرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من العاصمة الأوكرانية كييف. سيد أبو الرب مساء الخير، نسأل أولا على الأجواء في كييف، كيف كانت اليوم وهل هناك تغير نسبي من خلال ما تتابعون لحدة القصف للعاصمة؟ تحياتي لكم أستاذ صالح والسادة المشاهدين. بداية كما هو معروف أن كييف تتعرض لقصف متواصل وحصار أو محاولة يعني ربط أو مد حصار خاص عليها. كييف تتميز بأمرين، الأمر الأول لقد انتشرت خلال الأيام الماضية نقاط تفتيش من الجيش المتطوع على كل المناطق وكل الأحياء. أنا كنت أول أمس في كييف وغادرت إلى منطقة لفيف في الغرب لمتابعة المعابر وإجلاء المدنيين، لكن أنا كوني من سكان كييف لما زرت محطة القطار والأحياء هناك قوات شعبية مرابطة، المشاعر والمعنويات عالية جدا، الشعب الأوكراني يشعر أنه استهدف في منظومة مصالح دول يعني هو ليس طرف فيها، ولكنه الآن يدفع ضريبة كبيرة. الجيد أن الأوكران متضامنين مع بعضهم البعض. كييف لم تشهد خلال اليومين الماضية أي إمكانية للقوات الروسية بالتدخل. هناك المنطقة الشمالية الشرقية وهي من جهة تراغاري، كلما قدمت القوات الروسية تواجه برد وصد مما يجبرها على التراجع، وكذلك في الاتجاه المطار العسكري الذي نقلت قناتكم وكل القنوات القصف الدائر منذ أسبوعين وهي منطقة بوتشي وغوستوميل وإربين، هذه ملاصقة للمطار العسكري الأكبر. لا زالت هناك عمليات يعني هجوم ودفاع، لم تتقدم القوات الروسية حتى الآن أي خطوة. إذا نتكلم عن صمود لمدينة كييف، وعمدة المدينة أمس السيد كليشكو أعلن عن دعوة سكان المدينة للعودة وللدفاع عن مدينتهم، وأيضا المساعدات العسكرية الجديدة التي وعدت فيها أوكرانيا أعتقد أنها ستحدث تغيير، ليس بالضرورة حسم المعركة ولكن إطالة الصمود، تقليل الخسائر، ومما سيجبر باعتقادي الجانب الروسي لإعادة التفكير مرة أخرى في كيفية. سيد أبو الرب، يعني العاصمة دائما هي أهم المدن في كل العالم، يعني إذا صحيح. إذا حوصرت العاصمة أو سقطت مثلا طبعا سيكون هناك تأثير وتداعيات كبيرة وسريعة في مسار المعركة. الدخول والخروج الآن من العاصمة كييف، هل هو متاح على الأقل من خلال تجربتك؟ متاح من كل الجهات أم من جهة معينة؟ ولماذا الروس باعتقادك إلى حد الآن يتحاشون تطويق العاصمة من كل الجوانب؟ بداية كما هو معروف أن القوات الروسية حاولت مرارا وتكرارا أن تحاصر كييف، لم تستطع، لأن أولا كما قلت هي تفاجأت بالصمود الأوكراني بتنظيم القوات الأوكرانية بوجود قوات شعبية. الممر الآمن الرئيسي الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين الأوكراني والروسي هو يا سيدي رقم واحد الممر الجنوبي وهو باتجاه أوديسا، فهذا الممر لا زال فاتح. نعم هناك نقاط تفتيش ولكنه آمن حتى الآن والحمد لله. الممرات الأخرى حقيقة ليست آمنة، يمكن البعض عبر طرق فرعية يخرج، البعض تعرض للقصف والبعض لم يتعرض. نعم، الحرب الآن كما قلنا في يومها 21، ما تزال القوات الأوكرانية صامدة، فقدت العديد من المناطق، لكن ما تزال أهم المدن ومنها كييف طبعا لم تسقط بيد هذا الغزو الروسي. خلال هذه الأيام التي تابعتها، أكنت في كييف أو في خارج كييف، ما أهم ما يمكن تسجيله غير ما أشرت إليه منذ قليل، صمود الأوكرانيين وهذا التطوع الشعبي الداعم للجيش الأوكراني الحكومي؟ بداية لابد من الإشارة سيد صالح أن أوكرانيا تتميز في التسامح والانفتاح على الآخر. نحن كعرب ومسلمين لم نعاني من فوبيا كعرب أو مسلمين أو حتى الأقليات والقوميات، وحكم كذلك عضويتي في مجلس القوميات التابع لمجلس الوزراء. الأوكرانية تستند في مواجهتها لهذا الأمر أن أوكرانيا اليوم ليست هي أوكرانيا 2014
فاجأت روسيا العالم عندما احتلت شبه جزيرة القرم وأحدثت دعم للانفصاليين في الشرق لإشغال أوكرانيا. أما الآن أوكرانيا طورت منظومتها الدفاعية، أوكرانيا تحظى بدعم دولي غير مسبوق، حتى نحن لم نتوقع أن أمريكا وأوروبا تدعم. طبعا أكيد لأمريكا وأوروبا مصالح خاصة، وأبرزها أن يبعدوا ساحة الصراع عن أرضهم، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي عندما قال لن نسمح بالاقتراب بشبر واحد على أرض الناتو، وكأنه يشير أن وجود ساحة الحرب على أراضي غير أوكرانيا أي غير أوروبا والاتحاد الناتو ممكنة، ولكن عوض ذلك من خلال دعم عسكري غير مسبوق، دعم تقني غير مسبوق. ولذلك تستند أوكرانيا كما ذكرت إلى ثلاث أمور. الأمر الأول الوحدة التي تتعزز بصدق بين الشعب بعضه البعض وبين الشعب والحكومة، لا يوجد أي انشقاقات عن الجيش، لا على مستوى القيادات ولا الأفراد كجنود، لا يوجد تباطؤ في دعم الجيش من خلال المواطنين، يجهزوا حتى العائلات البسيطة تجهز يعني وجبات خفيفة وترسلها للمتطوعين وللجنود دعما لهم، لا يوجد تذمر من الشعب الأوكراني. نعم هو حزين على أرضه، لم يتوقع أبدا أن يكون هذا السيناريو يواجه اليوم، خاصة أن أوكرانيا كما أقول دائما في قرارات الأمم المتحدة وتصويتها لم تصوت ضد القضايا العربية أو الإسلامية بما فيها القضية الأبرز قضية فلسطين، دائما تصوت مع العدل أو تقف على الحياد إذا كان هناك نوع من الضغوط أو نوع من المصالح المشتركة بين الخلافات العربية مع دول أخرى، دائما تقف على الحياد. لذلك أوكرانيا تتأمل حقيقة من العالم العربي والإسلامي أن يقف معها ولو إنسانيا. يعني للأسف بعض الدول العربية لا زالت يعني تفكر ولديها قدرة مادية، لا زالت تفكر هل تدعم أو لا تدعم. نحن ناشدنا في 15 من فبراير، أقمنا مؤتمر صحفي في وكالة الأنباء الحكومية كمركز أوكرانيا للتواصل والحوار، وجمعنا لأول مرة في تاريخ أوكرانيا منذ استقلالها 1991 أكثر من 45 منظمة إسلامية وعربية من كبرى الجاليات العربية والمنظمات الإسلامية. هذه لأول مرة تلتقي بهذا الحجم وهذا التأثير لنؤكد على أمرين: الأمر الأول تضامننا مع أوكرانيا كبلدنا الثاني، والأمر الثاني الدعوة للسلام والتسوية السلمية ودعم هذه الجهود. وقد ناشدنا منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، الأزهر، الفاتيكان، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون، نحن ناشدنا كل مؤسسة رسمية لها صوت أو لها تأثير، ليس من باب إحراجها أو إقحامها، ولكن من باب أن تكون يعني نحن كلنا ننادي للسلام والسلم. فالأولى الآن أن تقدم كل هذه المؤسسات دلائل حقيقية وصادقة أنها تسعى للسلم المجتمعي. الأوكران كشعب متماسك، نعم هو حزين أن يرى هذا اللجوء، نحن نتكلم سيد صالح عن 3 مليون لاجئ خارج أوكرانيا، عن أكثر من 2 مليون نازح داخل أوكرانيا، نتكلم عن أكثر من 10 ملايين متضررين الآن كلهم بحاجة إلى مساعدة، نتكلم عن قرابة 2 مليون شخص محاصرين. إذن هذه الأعداد وهذه الضحايا تستوجب حقيقة الدعم، وإن كنا نعود لنقول مع كل ذلك الشعب الأوكراني متماسك وحكومة متماسكة ولم تغلق باب الحوار، لا زالت تتأمل من خلال المبادرات والتسويات والشراكة والمبادرة التركية أن يكون هناك تأثير أو وصول إلى شيء مشترك بين الأطراف. هو الحقيقة من باب الأمانة أنه حتى بعض الوسائل أشارك معكم أستاذ صالح أكثر، ولكن حقيقة أرجو أن تعذرونا لحالة الطوارئ وكوني أدير خلية الأزمة العربية، لدينا أيضا ارتباط وأرحب بمشاركات قادمة إن شاء الله. نشكرك طبعا ونعتذر طبعا ونقدر الظروف هناك. إذن كنا نريد أن نضيف سؤال أو اثنين ولكن لهذه الظروف الخاصة. إذن السيد عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من أوكرانيا، نشكرك جزيل الشكر.